اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل فيه طعم تاني بمدرسه تانيه خالص. الفراخ بناكلها مشويه على الفحم، بناكلها صينيه بالبطاطس، بناكلها شاورما زي ما احنا حابين، ولكن ناكل فراخ مشويه بالزعفران والخضار بالتاكيد فيه تركايه ولها طعم تاني. هنشوف معانا فرخه لطيفه جميله النهارده هنعملها بالزعفران والخضار، لها تكنيك عالي. الزبادي هيشارك في الموضوع مع فليفر الخضار مع الزعفران والروزماري. معانا طبق مكرونه لطيف جميل جدا انا شخصيا بحبه، المكرونه بالوايت صوص والريحان. الريحان يا اخوانا بيلعب دور مهم جدا في المطبخ الطلياني، والفليفر بتاعه مع صلصه البيستو بيعلي من طعم الاكله اذا كانت من المطبخ المصري او الطلياني. هنعملها النهارده بصلصه الريحان ونشوف نعملها مع بعض ازاي. اما الحلو النهارده جاي على بالي التمر والعجوه، الحاجات اللطيفه بتاعت الواحات وسينا من خير ارضنا. هناخد التمر النهارده والعجوه نعمل كاسات التمر بالبسكويت مع طعم الفانيليا، ازاي؟ تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، عايز حضراتكم تتابعوها لانها غير مكلفه ولكن مكلفه فكر وخبره طهويه، وفي العاده دايما الفكر بيتحمل الماده او بيتحمل الماديات، فلما احنا نتحمل موضوع الفكر ونقدر ان احنا نفكر في حاجه بسيطه بدون تكلفه بالتاكيد بيكون طعمها مختلف. التفاصيل دي كلها هنشوفها بعد الفاصل. تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره النهارده، وزي ما قلت لحضراتكم باقل تكلفه ماليه تقدري تعملي فكر طهوي، هي دي اللي انا بدور عليها. باقل تكلفه ماليه تقدري تعملي فكر طهوي في مطبخك، وتقدري تعتمدي كمان على انك تعملي الاكل يناسب الصغيرين والكبار وكل افراد الاسره، مش اكل بس جوزك بيحب الفراخ مستويه زياده او مستوي او تبقى سبايسي نخلي السفره بتاعتنا كلها سبايسي. معايا فرخه النهارده هعملها مشويه بالزعفران والخضار. ايه هو الزعفران؟ لون، ولكن الزعفران في علمه الاساسي دي طبعا الزعفران بيتجاب معروف تصدير او بيتجاب مستورد، هي طبعا حاجات كده زي الشعيرات الجميله لونها بيبقى اصفر سعره غالي شويه زي الذهب كده، ولكن في بديل له لون الزعفران واللون البرتقاني، ده بديل اللي بنستخدمه في تلوين الرز سواء رز برياني او مندي عشان نبقوا فاهمين الحقيقه ماشيه ازاي. معانا فرخه، معانا زبادي، ومعانا لون الزعفران، معانا كزبره خضراء وبصل وتوم وتشكيله من الخضار ومكعبين من الزبده وزيت زيتون. هنعمل الفرخه دي ازاي؟ مشويه بالزبادي او بالزعفران والخضار، احنا مع حضراتكم واحده واحده. اول حاجه بنحط الطاسه على النار تسخن. حلو الكلام؟ مدرسه بقى. الطاسه دي لما تسخن نكون احنا قطعنا الفرخه بتاعتنا الحلوه دي كده. كف اسره تسمي بسم الله كده وانت بتقطعيها. وتقدري تعمليها بشكل حلو. وان احنا ندعم الفراخ او الطيور او الدواجن بالخضار في الطبق بتاعنا مهم جدا. هناخد الفرخه الجميله دي كده نشيل السلسله. انا مش عايزها. مش لازم بقى عشان اعمل سفره اروح اجيب ايه 50 60 فرخه ولا خمس فرخات والجو ده خالص. وامسك الفرخه اقطعها بالشكل ده كده واجي عند الصدر كده بقطعه ثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم. واجي عند الفخذ ده بقطعه على اثنين اشيل دي مش عايزها. شفت ازاي الفرخه بدات تكبر معايا؟ بدات تاخد شكل حلو. اشيل ده انا مش عايزه خليه على جنب. نجيب طبق جانبي كده. انا بس عايز اوصل فكره للساده المشاهدين ان انت لما تيجي تعملي اكل جديد او طبق جديد او طبق مختلف مش لازم تكلفي كتير. يعني زي ما بدات الحلقه كده قلت الفكر الطهوي وثقافتك الطهويه في المطبخ بتوفر عليك انك تكلفي كتير في انك تعملي حاجه جديده. ادي الفرخه كده هتاخد معانا تقريبا نحسبهم دلوقتي مع بعض تقريبا هتعمل 8 قطع او 10 قطع. حلو. وناخد ده كمان كانك بتقطعيها للكبسه او انك تعمليها مثلا صينيه بالبطاطس. اللهم صل على النبي. حلو قوي. هناخد الفرخه دي كده ونتبلها.
ايه التتبيله بتاعتها يا عم الشيف؟ زبادي اهو كده معانا. حلو يا شباب، حلو قوي. بنحط على الزبادي ده قليل من الزعفران. هو المطبخ ده مدرسه. الزعفران ده موجود عندي، دول كفايه. اللون ده مهم جدا. المعلقه اللي حطيت بيها الزعفران ما تاخدهاش وتحطها في اطراف المطبخ، هتلاقي المطبخ كله زعفران وتقعد تنضفي فيه طول النهار وتدعي عليا. كمان الزعفران يروح بعيد، لان ممكن عندك طفل صغير، عندك بنوته ما تعرفش ايه ده، تلاقي كل الدنيا معاك زعفران. خلي بالك من الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا. بنحط هنا كزبره خضراء، بنحط بصله ناعمه، معانا الثوم بالشكل ده كده، حلو قوي. نيجي بقى للخلطه السحريه بتاعت المغازي، حلو قوي. زيت زيتون في الطاسه شديده الحراره، حلو. بنحط عليه مكعب من الزبده، اللهم صل على النبي. اللي بيمشي على الفرخه يمشي على خمس فرخات اربع فرخات حسب العزومه او حسب عدد افراد اسره حضرتك. زبده، استنى على الزبده ما تسيح مع زيت الزيتون كده. بحط عندي عود روزماري حلو محترم، اخد الفليفر بتاعه. شفت الجو ده كده بقى؟ اهو ده المطبخ. فليفر وريحه لطيفه وجميله مع الزبده وزيت الزيتون، حلو قوي. البهارات بتاعتنا والخضار، الله. عندنا فلفل اسود، شويه بهارات حلوين كده، شويه الملح التمام، كل ده على الخضار. عندي بابريكا على الخضار، شويه كركم على الخضار. طعمت شويه الخضار اللي هدعمهم كمان بالتقليبه الحلوه دي كده، الله. هو ده الموضوع. بص تاني. احنا بقى دلوقتي لو حطينا الخضار ده ودرجه الحراره دي على الزبادي ده هيفرط مننا. خلي بالك بقى عشان الخبره الطهويه هنا بتتكلم مصري. خضار متقطع كريات صغيره، كرفس وبصل وفلفل، مع زيت زيتون وزبده، مع روزماري، مع بهارات حلوه. باجي اعمل كده حركه لطيفه، ومعاهم معلقه من النشا. ليه حطيت معلقه نشا يا مغازي؟ عشان انا بتبل الفرخه بالزبادي. طالما تبلتها بالزبادي الطبيعي ان الزبادي ده ممكن يفرط مني ويبقى شكل الفراخ مبرغل او عليها كلاكيع صغيره كده، ما تبقاش لطيفه. شفت الزبادي النشا قلبته مع الخضار اهو، الله. بالشكل ده كده. باخد شويه ميه سخنين هنا، ادي دول كده يا ويلي. هو ده، ده المطبخ، دي الشقاوه. اقلب كده، الله. على فين يا عم الشيف؟ هنا. ده الكلام الكبير قوي. نقلب دول مع بعض. الخبرة الطهوية هنا بتقول كلام كبير قوي. تاني عملت ايه يا شيف في التتبيلة دي؟ زبادي. أي زبادي اللي هو العرض اللي موجود في أي سوبر ماركت. حطينا عليه زعفران. حطينا عليه شوية كزبرة خضراء. وشوية توم وبصلة ناعمة. حلو قوي. لغاية كده زي الفل. جبنا طاسة. حطينا في الطاسة زيت زيتون وزبدة. ده الجديد. وبعد ما حمرناهم مع زعفران مع روزماري عشان ياخد الطعم اللطيف مع الخضار بتاعنا، قطعنا شوط خضار كريات صغيرة ونزلنا عليهم بمعلتين من النشا مع التقليب المستمر، أصبح عند القوام اللطيف ده كده. نعمل إيه يا عم الشيف؟ ناخد الفراخ اللطيفة دي كده رصها هنا كده. شفت الشقاوة؟ هي دي شقاوة المطبخ. تاني. الله عليك يا شيف. تلاقي فراخ دلوقتي طعمها تاني خالص، فيها شقاوة المطبخ، فيها خبرة المطبخ، فيها طعم الزبادي، فيها طعم الزعفران. تقولي بقى هندي، تقولي المطبخ ده طلياني، سميه زي ما تسميه، ولكن تقولي خبرة طهوية للشيف المغازي.
شفت انا بتبل الفراخ ازاي وبقلبها مع الخليط. اه حلو. ونفس القصه هنا ما شاء الله. درجة حرارة الفرن عندي 180. نصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه زي ما هي كده تمام. هنشيل كل حاجة ونروق على الكسرولة بتاعتنا اللطيفة دي، ويبقى احنا عملنا فراخ مشوية بالزعفران والخضار. اه عينية. اه ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ دي فرخة. اه ممكن نعمل 5 فرخات بنفس المدرسة؟ ممكن. ممكن نعمل الديك الرومي بنفس المدرسة؟ ممكن. درجة حرارة الفرن عندي 180 زي ما هي كده. هدخلها الفرن يا عم الشيف. حلو الكلام. تقريبا من الطايم حسب حجم الفرخة وحسب وزن الفرخة، يعني بتاخد تقريبا نص ساعة 40 دقيقة بالشكل ده كده. تاني التتبيلة اللي حضراتكم شفتوها هنشوفها تاني مع بعض، ولكن التكنيك العالي هنا ممكن اقل تكلفه ماليه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الخبره الطهويه والفكر الطهوي هو اللي بيعلم من قيمه الطبق اللي انت بتعمليه. هنحطها هنا كده ونسيبها تستوي. هتاكل النهارده فراخ بطعم تاني وبشكل تاني. اه حاضر عيني. ناخد الفراخ نطلعها، بس قبل ما نطلعها كده نصلي على الحبيب ونبص عليها ونشوفها. هل الزبادي هنا فرط؟ هل الزبادي اتحول لجبنه نتيجه تعرضه للنار؟ هل الزبادي هنا اتبرغل؟ ابدا. اه بص على الفراخ عشان نحطها، وعشان هي سخنه نحطها على الخشبه دي. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه عشان يكون فيش ما يكونش فيه اصابات. بص على الحلاوه بقى، بص على الحلاوه قبل ما تطلع من الفرن. احنا بدانا بيها بعون الله استوت. بص عليها كده وصلى على الحبيب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصورة الجميلة دي؟ والصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. فراخ مشوية بالزعفران والخضار، ولكن زي ما قلت في بداية الحلقة الفكر الطهوي والخبرة الطهوية بيلعب دور مهم جدا عشان الصورة الحلوة دي كده. اه ملي عينك منها. اللهم صل على النبي. اه لها شكل تاني ولها طعم تاني خالص بأقل تكلفة. هي كده طلعت نزلت فرخة، عشان نبقى برضه بنتكلم في الوضوح، ولكن الصورة على الشاشة، الصورة في الطبق، تفاصيل الأكلة كتير قوي.